هاي جايز. هلو. اكيد اشتقتوا لكونتنت خاصه بسيارات، بس من ورا كورونا ما عم نقدر ننزلكم كل جمعه فلوج. اليوم حنصور لكم سياره ما كتير بنشوف منها بالعالم، مش بس بلبنان، E46 كومباكت. ساري زحلان، صاحب جراج مونستر جراج كينج اوف دريفت 2017، تأهلنا على الورد فاينل بكويت. فما حنسأل ساري كتير عن السيارة، بدنا دغري نشوف لها موتورها. ساري لها موتور؟ ايه دغري لها موتور. يلا تكتب. وهيدا الموتور اكيد كتير عبالكم شفتوه. هيدا الموتور حنخبركم عن كل شغلة كيف عم تنعمل. هذا 316 ساري، هذا 316 او شو صار؟ 325 يعني 187 سبق عليها كتير قصص، بس نحن اليوم صراحة بدنا نركز على الموتور. شو بلشت اول موتور ركبته؟ اول موتور كان عندي على سيارة القديمة E21، كان عليها موتور M20 كمان توربو، كنا عاملين فيه 680 حصان. اوكي. كانت هي اول اختيار نحطه على هاي السيارة كرمال ما نتكلف كتير، يعني كان كل البروجيكت موجود. ركبنا عليها، لعبنا عليها موسمين، من بعد منا طلعنا لموتور الـ S62. هذا اللي كانوا طالعين. هذا اللي كانوا. شو هن هول اللي كانوا طالعين؟ individual throttle body، هذا الـ N الهواء يعني. يعني مش الاكزوست. لا. قلتلك مش الاكزوست. بيشبه الـ لا هذا الـ intake طبعاً. رجعنا عملنا سوبر تشارج، رجعنا طلعنا من هذا الموتور لان كلفته كتير عالية، يعني اي شغلة بدك تغيرها فيه بدك تدفع مصاري كتير. رحنا على موتور الـ M50. طب هلا عرفنا شوية ديتيلز عن الموتور، فينا نشوف كيف بينجمع. هاي كوسينة ليبيال، هاي الافتر ماركت، هذه الستوك. هذاك الفرق بالسماكة وبالضخامة، هون شوف الفرق بالبرغي، من برغي 8 ميلي لبرغي 10، من برغي ستوك لبرغي ARP، بيحمل شد اكتر اكيد. قشرة الكاليكو من الفايك موتور سبورت، هاي القشرة الستوك تيجي كوتد، كوتد بتحمل حرارة كتير عالية، العادية ما بتجي كوتد. نستعمل تورك ميتر، ما هذا بس توصل للليمت المطلوبة بيعطيك انذار، يعني تأكد انه بعد الكليرنس موجودة. نرجع نشوف تاني مرحلة ترومبة الزيت، جنزير الترومبة. هلا بنحط لك تايتون على العزة مشان ما ترخي. كل شي جمع اليوم حياخد تقريبا 3 ساعات بيكون صار عنا الموتور ردي. فكنت عم بسأل ساري، عم بيقول لي انه هو البلوك البيستونات والبيلات هن الاكثر شيء بياخذوا وقت. قد ايه قلت لي بياخذوا ساري؟ يعني بين تنظيف وشغل بياخذوا تقريبا معنا نهار كامل. مازال ساري عم يجمع الكارتير، في شيء على بالي كثير فرجيكم اياه. عرفتوها هيدي السياره؟ نرفوزة. هيدي السيارة تبع بسام زحلان، شكلها راجعة؟ ايه سون ان شاء الله. خليكم عم تحضروا دائما البلوج، لأنه حنيجي نصور كل شيء عم بيصير بهالسيارة، لأنه بعتقد حينقص هون، ينقص، في كتير قصص حتنقص. هيدي ترمبة الماي، هلا هي بتركب عليها باكر الكلاين. اكيد بقى ندرمها لان هلا فرزي على الجلافات. هلا هذا برغي الكرنك. فمن تحت تقريبا شهلنا كثير بالشغل، هلا عم نشتغل من فوق. ساري شو عم تركبهم هلا؟ هلا هودي الرنجات تبع الغطاء تبع جوان الكولاس. برغي الاي ار بي. الفرق بين هيدا وهيدا انه هيدا كوجون، هيدا برغي، يعني هيدا بولت، هيدا ستاد. يعني هيدا بيركب قبل الكولاس، بينما البرغي العادي بيركب بعد الكولاس. هيدا ما فينا نشده اكثر من 65. وهيدا هو الكلاس. هلا شو بعدك مهدي هون؟ هيدا جنزير، جنزير السبب طلعت فيها. هيدا لانه بده يركب على بولي، بتركب على بوز الكامشافت. اوكي. اذا وقع لتحت ما بيعود فينا نشيله. هودي الهيدروليك ليفترز، هن اللي بيعملوا الفالف كليرنس بين الفالف والكامشافت. هلا ما نركب الكرانك مشان ما يكون ناشف، بس يبرم يجرح يعني. هلا بالكرانكات،
والهيدروليك ليفترز والكامشافت انتيك واكزوست. هلا بقرب التايمينج تبع الكرانكات قبل ما احط الترسم. اوكي يعني انت بتعملهم بالاول على ايدك بعدين في مكنه هي بتعملها؟ ايه متاكد فيه. اذا بيبقوا فارقين شو بصير؟ تايمينج غلط بالموتور يعني شو بصير؟ يعني ما بيجي الانفجار محله، السياره بتروح افانس يعني ما بتقعد تاخذ الباور الصح. قديش حلو هلا يفلت الجنزير كثير متسلى منبطل منبطل عم نحكي حكي بليق بالعالم. عم راكب الدفاش تبع الجنزير نبرم بالمطار ليطلع التوب ديد سنتر يعني ليصير بالصنع وجه السيلندر منشان نركب التايمينج تشيك. هذا الغطا كرانك منشان الزيت ما يظهر من بريش البخار، وهذا غطا الصبابات. باي هنخبي الجريمه. هذا فخارة التوربو، هذا الاكزوست. انو هلا بيجي صاحبك كان بدايتك مش كان بيتمه كان بيتمه له. جارت جي تي اكس 35 جينيريشن 2 انديفيدجوال تراتل بادي، هيدا تبع ام 346 اس 54 انا موقعه ومركبه على الام 50. شوف الشغل السيارة العادية موتور الام 50 بيجي دعسة وحدة هو. اوكي هيك صارت كل عينية الى دعستها يعني. وانت ليه مستعملهم؟ بيعطوا صوت احلى، بيعطوا ريسبونس اكثر للسيارة. ايه بدي خير الله تعبنا. ايه بس انه هلا بتشوفه النتيجه. طيب انه كل النهار عم نشتغل ونخبركم عن دريفت وموبايل دريفت وسياره وبكتله بلا ما تشحنوا شوي. سياره ساري موتورها مفروض، بس هلا بننطر وبنشوف شو السياره اللي جايه. ام دبليو طبعا اليوم ساري ما فللنا من عليه بلا ما يعمل دريفتينج. بنشوفكم بالابيزود الجاي.